تتنقل ما بين الكتب، طالع في كل كتاب من علم أو من آداب. وتأمل عن كتاب وتنقل ما بين الكتب، طالع في كل كتاب من علم أو من آداب. الثقافة شيء مهم جدا في حياتنا، الثقافة من أساسيات الإنسان المتعلم. في بعض الناس تقول لك الإنسان المتعلم هو كل شيء، ولكن الثقافة أوقات تغلب التعليم. هذا هو ما كانوا اليوم موجودين به شباب منظمة شمعة الحياة من داخل مقر بيوت شباب بمدينة بنغازي. حبوا أنهم يديروا معرض للكتاب، جمعوا فيه ثلاث مكاتب داخل مدينة بنغازي، في مكتبة خارجية حنعرفوا هي من، وفي مكتبة من جمهورية مصر العربية انضمت لهم اليوم في معرض الكتاب. حنشوفوا كيف الفكرة كانت وليش مختاروا إنه أو كيف ليش جمعوا إنهم يديروا يوم للثقافة أو يوم الكتاب. هل إنه مثلا للتسويق المادي فقط، هل لما عندهم فكرة معينة؟ هذا حنعرفوا منهم، من شمعة الحياة ومن من فكر في هالفكرة. البين من أغلبية الكتب أنها مهارات وإدارة، أهمية للموظفين، شيء عملي مع المواطن كيف أنه هو ينسق ويستمر في إكمال حياته. تاني الموضوع هذا احنا محتاجينه جدا جدا جدا، مهارات الإدارة الشاملة، تنمية مهارات. الدكتور عصام عبد اللطيف عمر، حلو ان الواحد يطور مهاراته، يعني ما فيش مشكله، ما فيش حد يقول مثلا ما عندناش من يعطينا دورات، من يعطينا خلفيات عن الاداره. نقدر الواحد يطور روحه بالكتاب، يعني هذه تنميه طور فيها نفسك. مهارات المدير الفعال، وما احوج بعض مدراءنا لمثل هذه الكتب. مهارات المدير الفعال، كيف المدير يقدم شغله، فن قياده برضو مع المدراء، جماعه متوصين بالمدراء، جميل. الإدارة، تنمية، كيف يمكنك اتخاذ القرارات الإدارية، طريق إلى النجاح. المفروض أن الكتاب هذا يتوزع مجانا على جميع المواطنين. مهندسة فاطمة الذيب، مندوب شركة نيولينك الدولية. طبعا في نعتبره هنا أول معرض لنا في بنغازي وقيم، طبعا هو اليوم 28 وحيكون إن شاء الله 29 حيتم إن شاء الله التمديد الأسبوع هذا، كل نهاية الأسبوع بإذن الله. وكان إقبال، كان إقبال، يعني هو بمنا اليوم أول يوم، فكان إقبال كويس وما زال من الناس، ما زال مش عارف. هو حيكون عند الساعة 5 مساء، يعني باعتبار حيكون عند 5 مساء، وبجد يعني كان يعني الحضور هائل يعني نوعا ما. يعني احكي لي اليوم انا شفت معرضكم، يعني انا ما زال مطنش في الطفوله، هذا خاص بالاداره او كل اغلبيه مشاركه، من كيف الانسان يطور من نفسه؟ وعلى فكره كان في كتاب قيم جدا وهو اداره الازمات، اوكي تمام، وعندك حتى هنا الازمات والكوارث، فهذا مهم يعني خصوصا في وقتنا الحالي، وخصوصا اداره الازمات مهمه جدا وفي ليبيا بالان. يعني عايشين في أزمة ما عادش تنحل، فهو شيء يعني شيء كويس ان حتى الانسان، حتى المواطن العادي، مش لازم حتى مثلا مدير ازمه او مثلا مدير معين، لما يخش يقرا كتاب كيف هذا يتطور ومخه يتفتح ويصير فيه. يعني شو نقول لك، لابد ان الانسان يقرا، لابد القراءه يعني هذا مفتاح، يعتبر مفتاح. لو انت بتحارب جد، لابد، يا ريت كنا نحن نقرا عشان نحاربه بالفكر، ما نكونش نحاربه بالسلاح. يعني نحن تو حاليا قاعدين نحاربه في مخطط، والمخطط هذا مخطط كبير، وانت عارف المخطط هذا تبي له انسان متعلم، انسان مثقف، لابد انسان قارئ. وللاسف نحن طبعا عندنا نسبه القراء ليست بالكم الهائل في ليبيا. طريقك الى النجاح، انت صار كم تقرا؟ سنة سادسة. شايف ان الطريق الى النجاح ساهل ولا واعر؟ انا سهل. يعني شوف، ريت حتى الواحد لما يركب شيء يصير لا يدهش، ليش؟ تعب، الفشل ينزل بسرعه بسرعه، يدرك على الطريق. تمام. انت تو شنو هدفك بالحياه في الايام الجايه؟ هدفك شنو بتكون؟ انا دكتور. ليش اخترت دكتور بالذات؟ عشان نساعد الناس. كيف شايف ان الواحد ينجح؟ بالقراءة، بالمثابرة، بالإخلاص. بالإخلاص. فيها 200
200 كلمة أو إلى 300 كلمة الإنسان abnormal. أوكي، فهنا طبعا نحن حبيت أننا نختبر كل شخص أو كل قارئ أحب أنه يختبر روحه، فحبيت أني أدرس طبعا كلمات 200 كلمة وال 200 كلمة في الدقيقة. إذا كان تجاوز 200 كلمة في خلال 3 دقائق معناه هو حتقعد بسرعة ساعة خطيئة ضعيفة. خلاص حدري علي حتى الاختبار حندير عليك حتى أنت تطلع دقيقة إلا ثانية لأن أنا أعتبر شاطر نوعا ما. سلام، ما أنت أنا شاطر ولا لا؟ شاطر ولا مش شاطر؟ أنا شاطر. نقول لك ممتاز محمد شاركس عشان شنو؟ عجوا عنا في البرنامج.